إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دوام الحال من المحال. قال أهل العلم: دوام الحال من المحال. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن للإنسان أن يبتلى؟ هل راح يأخذ التمكين والعز والعلو في الأرض، ولا سيبتليه الله عز وجل؟ أيهما أول أو أيهما سيختار الله عز وجل له؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يحصل التمكين إلا بالابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل يظن الناس بأن من زعم أنه مؤمن وأنه على الإسلام أن الله لن يبتليه، وأن الله لن يمتحنه، ولن يفحص هل هذا الإنسان هو المؤمن بحق؟ الله عز وجل ما وصف المؤمنين الممكنين فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، هذا إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذول الذين إن مكناهم في الأرض، فهل نستحق التمكين؟ هل نحن من أهل الإيمان؟ هل الذين يقيمون الصلاة كما يجب ويؤدون الزكاة كما يجب ويقسمون الزكاة بأصنافها الثمانية كما يجب؟ هل نأمر بالمعروف كما يجب؟ هل ننهى عن المنكر كما يجب؟ لا نستحق التمكين. طالما لم نحقق شروط التمكين فلن نستحق التمكين. أما سنة الابتلاء فموجودة، والله عز وجل يبتلي المؤمنين ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في سنة تمحيص، لما تزداد البلايا على أمة الإسلام وتزداد الظلمة وتزداد الوحشة وتزداد الضربات على الأمة والأخبار الموجعة والمفجعة يوما بعد يوم، فاعلم أن هذا كلياته تمحيص. فمن كان ثابتا سيبقى ثابتا، هذا هو المطلوب، أن يثبت بعد كل هذه الضربات. ومن هوى فسيهوي إلى قعر جهنم ولن يذكره التاريخ. إذن فسنة الابتلاء ماضية، ولكن إياكم أن تيأسوا، إياك أن تظن أنه إذا الله عز وجل شدد علينا في البلاء فهذا يعني أن نيأس ونضع اليد على الخد ونندب حالنا ونولول على حالنا. لو كان الأمر كذلك لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيد الرجال عليه الصلاة والسلام. في أحلك وأفظع وأوحش من فترة حصار شعب أبي طالب، لمن لا يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث ونبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نبئ بالنبوة وعرف بأنه أصبح نبيا، بعدها بسبع سنوات من الدعوة، أول ثلاث سنوات كان سرية، ثم بدأ الجهر بالدعوة، ثم بدأ التنكيل بالصحابة، ثم بدأ الغضب والحنق من الكافرين على المؤمنين تزداد يوما بعد يوم، وحصلت كثير من الحوادث التي جعلت القلوب تبلغ الحناجر من الغيظ لضد المؤمنين، حتى عزموا على إيش؟ على أن يجمعوا كل المؤمنين في شعب أبي طالب. الشعب هو الوادي، الفتحة اللي تبقى في الوادي بين جبلين، اللي بيكونوا ناس غالبا ببسطوا فيها، بقعدوا فيها، بناموا فيها، لأنها منطقة يعني مليحة بعيد عن المخاطر، كزي زاوية جوها الوادي هذا الشعب. فحاصروا المسلمين في هذا الشعب مدة ثلاث سنوات، وكانوا متفقين على أن لا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يبيعوا منهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا ينكحوهم ولا شيء، لا يصلهم أي شيء مدة ثلاث سنوات، حتى سمع الناس بكاء الأطفال في منتصف الليل. الناس في مكة، تخيل مكة اللي فيها الكعبة وفيها بيت الله، فيها هيك وادي، أهل مكة نفسهم سامعين بكاء الأطفال والنساء في هذه الوادي من الجوع ثلاث سنوات. أصلا ما بكى مع المسلمين وقتها قوي. أنا ما بقول هسه زي الحصار اللي صار في معركة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب،
وقتها كان في جيش مسلم، بكى في أسلحة، بكى في كذا، بكى في صبر وتعب وجوع، ولكن ليس كالحصار وأنت معدم من السلاح، معدم من النصرة، معدم من النصير. على الأقل في 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 الأحزاب كان هناك الأنصار الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم لأجل الله. ها أنا لا، أنت الآن أمام استضعاف تام، لا معك قدرة ولا معك قوة ولا معك سلطة ولا معك من ينصرك ولا شيء. ومع ذلك، مع ذلك، رغم هذا الظلم وهذه، يعني من نظر إلى الإسلام في هذا اليوم سيقول لن يكون للإسلام قائم، لن تقوم للإسلام قائم، ولن يكون للمسلمين ذكر بعد هذه الحادثة. حصار 3 سنوات، خلص ضعفوا، المفروض أنهم ييأسوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات معوش ينصر، معوش قوة، معوش، قعد يندب نفسه صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات كل موسم حج كان يخرج إلى الناس في الحج ويدعوهم إلى الإسلام. هاي طاقة، هاي اللي معه، هاي اللي بيقدر يقدمه حاليا. إذا ما معي القوة لأدافع فيها عن المسلمين الآن، بس معي لساني أدعو الناس على كل يجعل على هذا الدين الذي يدعو إلى القوة ويدعو إلى أن الإنسان يكون عالي على الكافرين، وأن كلمة الله هي العليا، وأن نسعى لذلك، وأن نكون أهلا لهذه القوة، مش نظل خانعين خاضعين، بل حتى مش داعين للإسلام، ولا حتى مصححين عقائد الناس. الناس بدأت تسدك فلان وعلان، والمحلل الفلاني والمتنبئة الفلانية، وتسدك وتخاف وترجف، كل ما خوفوها من دون الله تخاف، ويخوفونك بالذين من دونه. الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تخف إلا من الله عز وجل. الناس تحتاج إلى عودة إلى عقيدتها، عودة إلى حسن الظن بالله عز وجل، عودة إلى معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. نحن نعبد الله، نحن مش نعبد حجر ولا شكفة خشبي، نحن نعبد الله عز وجل، ومع ذلك نيأس ونقول ليس للإسلام قائمة ولن تكون للإسلام قائمة ولا أحد ينصرنا. أين الله عز وجل؟ أين الله؟ أين استعانتك بالله؟ أين توكلك على الله عز وجل؟ أين سعيك لالتزام شرع الله كما يجب؟ الحمد لله إحنا نجيد الرقص، نجيد الغناء، نجيد فت الأموال على التفاهات، ولا نجيد فت الأموال على تقوية الأمة. نجيد الندب، ندب الحال، ولكن لا نجيد الغناء في الأعراس وترحيب بفلان والترحيب بعلان والاستجادة بالعبريان الفلاني والإشادة بالطخيخ العلاني. ولكن نعرف نقول يا الله وينك يا الله من أهل غزة، يا الله وينك من دماء المسلمين، يا الله تقدر تندب ربنا بس مش عارف تندب اللي قاعد بضخ عليك وبقتلك، صح؟ للأسف الشديد في هناك معايير تتغير فينا إحنا. على الأقل ما في معك تنصر ولا تعمل ولا تكيم ولا تحط، أقل ما فيها تلتزم بدينك، تدعو إلى دينك، تصحح عقيدة أهل بيتك، ترجع الناس لمواقعها الصحيحة، المرأة ترجع تربي رجال، والشباب ترجع لدينها وتنصر دينها وتدشرها من التفاهات واللعب والسهر والهبل، وتحط راسها في دينها وتشوف تنصر دينها وتشوف ترجع الناس للدين. والله لو فتحت، أنا تقول لك مثلا مش الواحد ما بطل يخاف، بطل تفرق معه، بطل لو فتحت حرب إقليمية فاتوا كل جبهات ببعض، إحنا وين نروح؟ بين الرجلين، وين نروح؟ بين الرجلين، معكش شيء. فللأسف يعني ينبغي أن نستيقظ قبل فوات الأوان. الآن في ممكن بتر بكاش، في ممكن في هاني يوم سقف، ممكن بتر السقف بنهد فوق روسنا، فيش ممكن. وقتها أنت وإيمانك، والثابت من يثبته الله عز وجل، والمعتصي والمعصوم هو من يعصمه الله عز وجل من الفتنة عندما يختلط الحابل بالنابل وتختلط الأمور ببعضها. فعباد الله ارجعوا إلى دينكم وانشروا هذه الرسالة وعمموها، وصلوها لبناتنا وأمهاتنا ونسائنا، وصلوها للأطفال، وصلوها للكبار والصغار، وصلوا الرسالة أنه إحنا الآن يجب أن نستيقظ ونعود للدين ونعمل اللي كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. معوش كان يذهب يقول يا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يروح على فترة عد وراء عمه أبو لهب، وراء أبو جهل، مرات أبو لهب مرات أبو جهل بتناوبوا عليه، يرجعوا فوق وراء يمشوا وراء كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قوا أنفسكم من النار، يا أيها الناس جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وراء بكل تسمعوا له شبط كذاب تبل عليكم قاعد، هذا مجنون، هذا مهستر، قاعدين وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ويسبونه. وإذا الناس سألت أنه هذا اللي مشي وراء يقول له عمه، قال خلاص بما أن عمه فأدرى فعاكله فمشي. مع ذلك لم ييأس صلى الله عليه وسلم، هذا كان الممكن معه في ذاك الوقت. سبحان الله، في هذه الفترة كان يسلم الواحد
احنا بنقول مرات فتره الاستضعاف فيش نتائج فيش كذا، بس الواحد اللي كان يسلم بعد فتح مكه كان يرجع هذا الواحد بكل قبيلته. فلا تستهتر في فترات الاستضعاف ان ترجع الناس للدين، فرب كلمه احيت امه، رب كلمه واحده تحيي امه من ورائك وانت لا تدري. ولكن افعل اللي عليك، افعل المتاح، افعل الممكن، ابذل الاسباب، اعمل اللي عليك، ولكن اياك اياك ان تكون من المتقاعسين المتخاذلين المغمضين يعني الداسين رؤوسهم في التراب كفعل النعامه، ولا تكن من المتخاذلين ولا المتواطئين على الكافرين، ولا حتى من المنظرين على من يحاول النهضة بالأمة أو أنك تشتمهم أو تسبهم أو تثبتهم أو تحبط معنوياتهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرحمنا برحمته إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.